السبب الذي جعل سيبويه وهو رجل من أصل غير عربي يجد في دراسة أسرار اللغة العربية حتى يصبح ذلك النابغة الذي ما يزال كتابه هذا أول مرجع قديم في قواعد النحو. لا والله لا أعرف السبب. أنا أخبرك، لقد كان سيبويه في مطلع حياته منصرفا لدراسة الفقه والحديث وتفسير القرآن، ولم تكن دراسة النحو وقواعد اللغة تخطر على باله لا من قريب ولا من بعيد. سبحان الله. ولكن سيبويه حين كان يدرس تلك العلوم الدينية في البصرة كان يشعر بغصة وألم وغضاضة كلما نطق كلمة عربية بطريقة أعجمية، فيضحك زملاؤه منه ويقولون له لقد لحنت يا سيبويه، لقد لحنت. اي نعم، آنذاك قال لنفسه والله والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد، وتوجه إلى حلقة عبقري العرب الخليل بن أحمد الفراهيدي، فكان من أنبه تلاميذه، ثم وهب حياته كلها للتعمق في أسرار اللغة العربية والاستمتاع بعالمها السحري الجميل. فإذا سمعت نحويا يقول قرأت في الكتاب كذا وكذا فهو يعني كتاب سيبويه. نعم يا سيدتي. فكلمة الكتاب عند النحويين بخاصة نعم. تعني كتاب سيبويه. سيبويه واحد من أعظم من خدموا لغة القرآن الكريم، وكتابه مرجع في اللغة والصرف والنحو، وكان عنوان كتابه الكتاب.